يقول أحدهم يقول قال لي أحد الصالحين يقول تذهب معي؟ قلت نعم أذهب معك. إلى أين؟ قال إلى بعض الفقراء نعطيهم يعني. يقول فكان يضع لهم يعني بعض الطعام وكذا بعض الأشياء ويذهب يعطيهم إياه. فكان الأطفال يعرفونه وينتظرون عند أبواب بيوتهم معتادين على عطائه. فيذهب إلى هذه الريف الصغير أو القرية البعيدة ويعطي الناس، ثم يعطي الأطفال حلوى. فيقول هذا الرجل يقول يعني تعطي الأطفال حلوى يعني أكل أهلهم أولى. قال علب الحلوى من فوق حلوى ومن داخل أموال. تخيل أنت، يأتي بصندوق صغير فيضع المال من الداخل ويضع الحلوى من فوق، الصغير يأخذ الحلوى والأسرة تأخذ المال. هذا تفنن وإبداع حتى في مسألة الإنفاق. هذا له أصل. عائشة رضي الله عنها كانت إذا جاءت تتصدق تأخذ الدراهم فتطيبها، تطيب هذه الدراهم ثم تنفقها، ثم تتلو قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. الله. شيخ، ذكرت هذا الرجل اللي يعني يروح القرى ولا هجر ولا اليوم ممكن أنا وأنت ومن شاهدنا ما يقدر يروح القرى والهجر، ويمكن لو راح حتى ما يعرف أهلها. صحيح. ولا يعرف من المحتاج منهم غير المحتاج. اليوم جمعية ريف تكفلت بهذا، لديها باحثين اجتماعيين يذهبوا للقرى للهجر للمحافظات المراكز، ينظروا للمحتاجين ويجرون دراسة كم عدد الأسرة، هل فيهم أيتام، هل هي أرملة، هل والدهم موظف غير موظف، هل هو عاجز، هل فيهم معاق، هل فيهم مقعد، هل أطفالهم يدرسون ما يدرسون، يعني يدرسون دراسة كاملة للحالة وينظرون ما تحتاج إليه. كيف ممكن نساعد هذه الأسرة؟ والأسرة هذه تحتاج مثلا شهريا يجي لهم أمر معين، هذه الأسرة لا تحتاج، بس وظفونا، عندنا بناتنا ولا عيالنا، بس وظفوهم، أننا بناكل بيدينا، بس وظفونا، بحثونا عن عمل. ربما يجدون مثلا تلك المرأة في قرية تصنع بعض الأشياء الشعبية التي هي أصلا لو طورت عملها هذا كفاها وكفى أسرتها وأكلوا بعرق جبينهم، فهم يطورون لها عملها هذا ويحسنون إليها ويجرون كذلك في مسألة استخراج التراخيص. والجمعية الآن لها وقف أهالينا وباسم برنامج أهالينا، واليوم أهالينا يتابعونا في خلف الشاشات في بلادنا. مسألة الوقف يا شيخ، خاصة هذا الوقف يعني لا يكلف إلا 6 ملايين، أنا أقول ما يجي عقد لاعب ترى في نادي، عقد لاعب ما تلقى لاعب 6 مليون، وأجر يجي لك إلى قيام الساعة ما دام هذا الوقف، والإحسان إلى أناس ربما أنت لا تستطيع الوصول إليهم أصلا ولا ربما لا تعرفهم، ثم أن هذا الوقف هو باقي ليس لأسرة ولا لأسرتين ولا يكون حتى ليس لمن يعيش في زماننا، ربما تأتي أزمنة بعد زماننا وينتفعون بمثل هذا الوقف. صحيح. حول الوقف شيخ لو حدثنا وفضله، وكذلك مسألة وقف أهالينا وما يجري له من خير. نعم، أنا أقول هذا من توفيق الله عز وجل لجمعية ريف. كثير من الجمعيات تركز عملها في مجال معين، فتجد أن مثلا بعض الجمعيات تركز على الأيتام، وبعض الجمعيات تركز مثلا على الأطعمة والملابس وكذا، وبعض الجمعيات. فجاءت جمعية ريف فركزت عملها على الأرياف، وكأنها تقول هذه الشريحة منسية أو الاهتمام بها قليل. فكان من توفيق الله عز وجل لها أنها قامت بمتابعة مثل هذه الأرياف والقرى. بل أنا يعني مما ذكره لي الإخوة أن الله سبحانه وتعالى وفقهم، كانوا في البداية عملهم متركز على القرى أو الهجر في مدينة الرياض، منطقة الرياض. نعم، الآن تقريبا كل المملكة. صحيح. على مستوى المملكة. فمثل هذا الوقف يعني يحتاج منا أن نقف جميعا ونتعاون معهم في مثل هذا. الأخوة أيضا يعني علمت أنهم ليسوا فقط يعطونهم الأموال، بل يعينونهم حتى يكفوا أنفسهم. صحيح. يعني كأنه يقول لك أنا سأعينك حتى تأخذ مشروعك وتبدأ في السعي وتعمل، وسأطور من أدائك وسأدربك وسأفتح لك مجال ثم أشتغل بغيرك. جميل. لا أبقى أنا أشتغل عليك 10 سنوات 20 سنة، لا، أنا أهيئك وأجعلك أنت تشعر بقيمتك وأنت تكسب عملك وتكسب رزقك من عملك، وأعلمك كيف تصطاد السمكة ولا أعطيك سمكة. صحيح. يقول لا تطعمني سمكة بل علمني كيف أصطادها. وهذا هو الصحيح، وهذا هو منطلق هذه الجمعية. فأقول هذه الجمعية من توفيق الله عز وجل لها أن الله وفقها لمثل هذه المشاريع الرائدة.
فحري بأهل اليسار وأهل الخير وأهل الفضل أن يبذلوا. ولا يقول أحدهم وما تنفع نفقتي، أنا قد إن أنفقت أنفقت قليلا، أنفق القليل مع القليل الآخر يصبح كثيرا. ولذلك قال بعض أهل الفضل يقول لا تقل الذي معي قليل فإن الحرمان أقل، الحرمان أقل مما أنت ستحظ به عن إخوانك، فأنفق ولو قليل سيبارك الله عز وجل في هذا القليل، ودل غيرك على مثل هذه المشاريع وادعو لهم. وقلنا أن هذا من فعل الخير كما قال الخطابي رحمه الله تعالى، قال هذا من شكر الناس، الدعاء لهم وإعانتهم والكلمة الطيبة لهم. يعني حينما تجد مثل هؤلاء أوقاتهم وأولادهم وكذا اشتغلوا بحاجة الناس، تجد أنهم يشتغلون بالليل وبالنهار، يبذلون من أوقاتهم ومن أموالهم، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. جميل. فنحن قد يكون نحن لا نستطيع أن نعمل مثل عملهم، لكن نستطيع أن نساهم ونعينهم ندعمهم ونعينهم معهم. أو نعرف من يستطيع أن يعينهم فندله عليهم. جميل. تكاتفنا تآخينا، تعاوننا على الدرب، يشد هناك أيدينا لنعمر موطن الحب.